المصور الفوتوغرافي ده شايف الحاجات شبهنا؟ سنس تسجيل اللحظة مش في كل الناس. بس العروس والعريس بقى طبعا زي ما انت شايف الطربوش بقى والكلام ده حاجة ألاجة. ايوان قول لي بقى ايه دي بقى؟ عبد الحليم حريكه فكان صاحبه فبيصوره فالصور دي مش عايزه توصل لحد، راح حارق الصور، حارق النيجاتيف نفسه. انا كنت نايم على الارض وبينط وينزل وش رجله جنب وشي بالملي. كريم قعد 13 سنه بيصور عمرو دياب بس. كنت بقف في وسط الحفله دي في وسط مثلا 50 60 الف واحد، انا عايز اشتغل مع الراجل ده. ده بيطبل الدكتور. قال لي يا سلام، انا موسيقار الجيلين، الاب يصور جيل والابن يصور جيل الثاني. صاحبة السعادة الثلاثاء الساعة 11 مساء على CBC.